دعا رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين إلى ضرورة حظر النازية والمنظمات العنصرية الأخرى في السويد لما تمثل من تهديد للديمقراطية في البلاد، وأضاف لوفين بأنه أمام السويد فرصة فريدة لحظر المنظمات العنصرية وأن الوقت قد حان لاتخاذ هذه الخطوة. اعتبارا من اليوم سيتم إرسال رسائل نصية قصيرة إلى سكان السويد حول فيروس كورونا، والغرض من ذلك هو الإبلاغ عن اللوائح والقواعد والنصائح العامة التي ستدخل حيز التنفيذ في جميع أنحاء البلاد، إذ سترسل الحكومة بتعاون مع شركات الاتصالات الكبرى 22 مليون رسالة نصية. قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند أنه ليس من المناسب لوزارة الخارجية السويدية ثني السويديين عن السفر ضمن أوروبا خلال عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، فالمشكلة ليست بالسفر وإنما يجب على كل شخص تحمل مسؤولية شخصية كبيرة والمحافظة على التوصيات والقواعد المتبعة. وقعت الشركة السويدية المصنعة لمعدات الدفاع ساب صفقة مع قوات الدفاع السويدية لتطوير أنظمة رادار الدفاع الجوي، وبلغت قيمة الصفقة 2.1 مليار كرون سويدي، وهي تعتبر صفقة كبيرة جدا حتى على المستوى الدولي. أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين أن الحكومة ستتحمل كافة التكاليف في حال تعرض أي شخص للأذى بسبب لقاح فيروس كورونا، ووفقا لهذا القرار سيحصل أي شخص يتضرر من اللقاح أو يعاني من أي آثار جانبية منه على تعويض. مزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا www.actor.se.